سنحاول وضيوفي في هذه الفقرة وضع اليد على الجرح لتلتئم الحقيقة بحرية تامة. أين الخط الأحمر للصحفي الفلسطيني بالنسبة لرجل الأمن الفلسطيني؟ بعض الصحفيين لا يميز ما الفرق بين التعبير والتشهير. عديد الانتهاكات التي تجري من احتجاز، اعتقال، استدعاء، تهديد وحتى الضرب على الملأ. هناك قانون يجب أن يحكم الجميع، هذا القانون غير موجود. في الممارسات اليومية هناك انتهاكات كثيرة. نتحدث عن انتهاكات ملموسة مسجلة موثقة تجري من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية. في الضفة أتحدث طبعا، يعني في غزة كل الوضع هو انتهاك للشرعية.